جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن نظر نظر الله به؟ ما معنى هذا الحديث؟ من سمع سمع الله به، هذا تحذير من أن الإنسان يقصد السمعة، والسمعة أن يحب الإنسان أن يسمع قراءته أو يسمع ذكره وتهليله حتى يثنوا عليه، لأن هذا نوع من مفسدات الأعمال، الرياء والسمعة. الرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع من الأقوال، وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. من سمع سمع الله به، بمعنى أنه يحصل له شهرة في الدنيا ولكن لا يكون له أجر في الآخرة. نعم، بارك الله فيكم. أما من نظر نظر الله به، فلا أعرف هذه اللفظة. نعم.